مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينه الجديده عاصمه دوكالو دائما الحديث عن كاس افريقيا للامم عن المنتخب الوطني المشاركه العربيه وعن مجموعه من الاخبار المتفرقه هناك بلاكو ديفوار فلهذا الغرض يتواجد معي السي عبد الحق به اللاعب الدولي السابق والاطار الوطني اللي غيتحدث لينا عن منتخب جنوب افريقيا وعن نقط القوه والضعف ديال هذا المنتخب وايضا سيتحدث لنا عن حظوظ المنتخب الوطني المغربي للتاهل وللفوز ايضا باللقب ولتجاوز هذا الدور يعني دور الثمن منتخب جنوب افريقيا ضد المنتخب المغربي هذه المقابلة ما سهله يوم غد ان شاء الله المقابله اللي غتنطلق بدايه من الساعه التاسعه ليلا سي عبد الحق به مرحبا بك مرة أخرى بقناة شوف تي المنتخب الوطني المغربي سيواجه يوم غد الثلاثاء منتخب جنوب أفريقيا كيف كتشوف سي عبد الحق المقابلة اللي غياخذها المنتخب الوطني يوم غد جنوب أفريقيا وأولا سي أحمد كنرحبوا بالمشاهدين ديال شوف تي في في مدينة الجديدة يعني اللي كما شرطي سي احمد للحديث عن اللقاء اللي غادي يكون اللقاء الهام اللقاء اللي يعني كنتسناوه بفارق الصبر اللي اللقاء اللي صراحه اللقاء لقاء غادي يكون كبير لقاء دور يعني ديال كاس افريقيا اللي غادي يكون بين الفريق الوطني المغربي والفريق الافريقي دي الفريق بافانا بافانا كما كنقولوا يعني آه يعني لقاء اللي عنده اهميه كبيره اللي غتعطي الفريق اللي غادي يدوز يعني الربوع آه كما شرنا سي احمد الحديث كثير تنتصنتوا يعني كما كنقولوا البريباراسيون ديال لي إيكيب شفنا الفريق ديالنا الفريق اللي على الورق الكل يرشح الفرق الوطني الفريق الوطني ولكن كرة القدم هذه فريق يعني الافريك دي سود كان كنعرفوا اللاعبين ديالو شفنا القوة ديالو في هذيك الفريق ديال ماميليو دي سانداوس وشفنا يعني اللقاء اللي دار مع الوداد في السوبر وشفنا اللاعبين اللي يعني اللي اللي كنقولوا بانه لاعبين قويين شفنا الحارس ويليام شفنا الظاهر الايمن شفنا اللاعب بيرسيطا ولا الهداف ديالهم اللي كيلعب مع الاهلي كنعرفوه مزيان كنعرفوا نقط القوه ديالهم هو داك يعني داك الملء وسط الميدان وداك لا ترانزيسيون اللي كتحول من الدفاع الهجوم فريق اللي صراحه فريق اللي بحال جميع الفرق وكنعرفوا السي احمد هاد الكاس الافريقيا والمفاجات اللي اللي باقا كتزيد السي احمد راه شفنا البارح الاقصاء ديال الاشقاء ديالنا الفريق المصري اللي اللي صراحه لقاء اللي تبعناه وشفنا كيفاش كيفاش تقصى يعني بواحد الظروف صراحه السي احمد هذاك اللقاء تنتكلموا عليه يعني الفريقين بجوج ما فازوا حتى لقاء فاول خطره هذه كاينه في تاريخ ديال الكره يعني الفريق اللي كيتاهلون لدور الثمن وكيتعادلوا في اربعه اللقاءات فتنظن بانه الحظ كان مع الفريق يعني لير دي سي ولكن هارد الفريق المصري اللي صراحة بغيناه يبقى يعني نخليو داك القيمه ديال ديال الكاس العربية. الكاس الافريقي بلا فريق مصري فتنظن بانه هو الفريق اللي عنده بزاف ديال الكيسان الفريق اللي اللي عنده واحد القيمه كبيره الفريق اللي الان كتنهج يعني ديك لانيماسيون ولا داك ديك لا ديال الفريق المصري اللي خلاته يكون عنده سبعه ديال الالقاب ف على يعني اللقاء المهم اللقاء اللي غدا ان شاء الله الكل ينتظروا احنا كما شرنا لقاء اللي على الورق راه اقوياء ولكن كتعرف المفاجات وكتعرف اللقاءات يعني لي كونديسيون وفاش باش كي يتلعب هاد كاس افريقيا فتنظن بانه كاين بزاف ديال الامور اللي خارجه على كره القدم يعني الملعب الجو يعني التوقيت الرطوبه شفنا البارح الفريقين وقح مع <تضبع> تسعود الليل وشفنا اللاعبين عندهم مشكل ديال التنفس شفنا بانه يعني ذاك المشاكل اللي كتلقى اللاعبين وبالاخص في الكره العربيه وحنا كنعرفوا اللاعبين ديالنا لاعبين تبارك الله اللي الان آه عندهم واحد الصدى اللي الكل كيتحدث على لاعبين ديالنا اللاعبين اللي عندنا ونقطه القوه فتنظن بانه اذا كانت شي نقطه قوه اللي خصها هي ديال ناسي احمد لانه ملي كتكلم على ذاك لو كوتي اللي فيه حاكمي وفيه جياش وفيه آه بيه بيه اناحي عبد الحق يعني كاين حديث على غياب آه زياش في آه مجموعه من الحصص التدريبيه بعد المقابله الماضيه زياش اللي كان يعني احترازيا كان تصاب ولكن ثقه آه الطاقم التقني والطاقم الطبي باش غادر أرضية الملعب مباشرة بعد نهاية الشوط الأول يعني الحصة التدريبية الأولى الثانية الثالثة ما شاركش فيهم غادي نشوفوا واش غيكون حاضر يوم غد أو لما غادي يحضر وكنعرفوا القوة ديال زياش وكنعرفوا زياش والدور اللي كيلعب زياش داخل المنتخب الوطني المغربي وكيفاش يعني كيف قلتي كيتحول من صانع العاب إلى مهاجم إلى جناح فهو في ما مشيتي كتلقاه داخل رقعة الميدان شوف السي احمد ملي كتلقى يعني واحد المجموعه فيها لاعبين اللي مجربين لاعبين اللي هما كتحس بهم بغاو يعطيو بغاو يهديو ان شاء الله يعني هذا الكاس يعني الجمهور المغربي ولسيدنا الله ينصرو فتنظن بانه جياش بلاصه هي ميتريز لانه ملي كتشوف لا لا يعني كيفاش كيلعب هذا السيد وكيفاش كيتحرك وكيفاش كيعطي لانه الان اصبح ثاني عامل فريق من بعد سايس فتنظن بانه حتى هذه مسؤوليه اللي تحطوا من سير جراجيل لانه كتخليه يزيد يكون لاعب اللي مؤثر ولاعب اللي كيعطي تعليمات داخل الملعب وهذه نقطه اللي صراحه ولات كتعطي بعض الامور في الملعب لانه كنشوفوا كيفاش كيتكلم مع حكيمي كيفاش كيتكلم مع مع اوناحي كيفاش كيتكلم مع جميع اللاعبين شفناه بانه لاعب اللي باغي يلعب وهذه سي احمد لانه الكو يعني اللاعب اللي كتحس به باغي يعطي وباغي يزيد شفناه كيفاش كي يعود يرجع حتى يدافع فهذه امور اللي صراحه جياش يعني فاجئنا بهاد بهاد التدخلات ديالو بهاد الامور اللي ولينا كنشوفوها فيه وهادو نقط قوه اللي كتخلي المجموعه ان شاء الله تكون في واحد يعني في واحد القوه فتنظن بانه الله يحفظ الله يحفظ احنا ما كنتمناوش ولكن الا إيه كان فتنظن بانه نقطة قوة اللي عندنا هو عندنا لاعبين اخرين عندنا بوفال عندنا الوليد النصيري عندنا الوليد اللي توفات ليه الام ديالو عدلي عندنا لاعبين اللي في واحد المستوى كبير كيلعبوا في فرق عندهم داك لو طون دو جو في رجليهم عندهم لقاءات اللي كتسمح لهم يعني يكونوا في واحد المستوى كنعرفوا بانه لاعبين الحمد لله لي كونديسيون الان ولاو كيعرفوهم ولاو يعني يعني تكيفوا معاهم كما كنقولوا فتنظن بانه أه 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 احنا بغينا جياش ولكن إذا ما كان جياش فتنظن بانه ان شاء الله يعني نحافظوا عليه اللقاء ديال الربع ان شاء الله فتنظن بانه لو دروا لا اناحي ولا ولا حكيمي الحمد لله فتنظن بان الكوتي غوش اللي نتمناو بانه يكون واحد لاميليراسيون وواحد تحسن كبير في ذاك الكوتي غوش شفنا بانه واخا كاين تغييرات ما شفنا الشيبي من بعد شفنا عطيت الله الان الحمد لله ولينا كنشوفوا بوفال سي بيان الانسان يكون كي 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 يعني يزيد ويلعب ويدير ذوك المراوغات ويدير ديك لي بينيتراسيون فير لافون مزيان الحمد لله اللي ولا ذاك الكوتي غوش حتى هو تيعطيو هادو من نقاط قوه اللي كانت عندنا بالاضافه الى يعني ذاك وسط الميدان مع ذاك المحارب اللي كما كنقولوا يعني اللي كيخلي ديما ذاك وسط الميدان يكون في القوه تنظن بانه الرجوع ان شاء الله ديال الميليو تيران هنا فين كاينه علامات استفهام شويه شكون اللي غادي يكون واش غيكون هم اللاعب ولا غيكون يعني اللاعب اللي غادي يدخل فتنظن بانه سير كراكي هذه أمور اللي هو اللي كيعرفها اللي هو اللي كي عنده لو جروب هو اللي عنده لو فيستيير تيعرف اش كيدير فتنظن اللاعب اللي اللي غادي يدخل ان شاء الله نتمناو بانه حتى هو يمشي مع بوفال او عدلي او الجازولي مع عطيه الله ولا حتى شي ما تنظن بانه شوف الان شوف السي احمد ولا عندنا تشكيله رسميه اللي فيها دي بيس بي ميتريس اللي كنقولوا بونو كنقولوا اكرد يعني المرابط كنقولوا حكيمي كنقولوا جياش كنقولوا نصيري فتنظن بانه الحمد لله الان يعني غادي في واحد الخط تصاعدي اللي تيخلي الفريق يكون ديما يعني متفائلين به ان شاء الله. السعب الحق به المنتخب الوطني المغربي كما قلنا فهو كياخذ دائما جميع المقابلات بجدية كبيرة بجدية بالغة فهو خاصة وأنه يعلم علم اليقين بأن كرة القدم الإفريقية ما بقاش فيها فريق صغير وفريق كبير ما بقاش فيها فريق ضعيف. يعني اغلب المنتخبات الافريقيه ابانت بانها في نفس المستوى وفي نفس الحجم بدليل المنتخبات الكبيره اللي خرجت واللي على يد منتخبات كانت الى وقت قريب منتخبات مغموره واخص بالذكر اقصاء منتخب غانا الذي كان يصول ويجول في الكؤوس الافريقيه الماضيه منتخب مصر الذي لا زال يتغنى مسؤوليه واللاعبين ديالو بين الكؤوس السبعه الافريقيه <applause> اللي فاز بهم وملي كنتكلموا على سبعه ديال الكؤوس كنتكلموا على خمسه فاز بهم منتخب غانا يعني المنتخبات اللي سابق <applause> لها كتفوز بالكؤوس كثيره والكاميرون وغيرهم من المنتخبات فكلهم ودعوا الكأس الافريقيه حتى أه واش كيبان لك بان المنتخب الوطني يتجاوز منتخب جنوب افريقيا بسهوله بالغه ام ان كما لك المقابله يعني فيها ما يتقال واشوف السي احمد لانه ملي كتكلم على المفاجات وكتكلم على يعني هذا الفراق اللي شرتي فشرتي لا غينيا ايكواتوريال كيفاش كيفاش تقصات تكلمنا على لا ناميبي تكلمنا على انغولا اللي الربع آه نهاية كأس آه آه الإفريقي آه تكهلتي على الكاب فيرد آه تكلمتي على يعني آه يعني دول اللي الان اصبحت كتلعب كره حديثه آه والحمد لله لانه الان آه آه ما بقاش ديك الفريق السهل ما بقى حتى فريق سهل لان ملي كتشوف البطولة كاملة واللقاءات اللي كتلقى بأنه يعني كل شيء كانت يعني مقابلات اللي كانت متكافكة فبالنسبة للحدود ديال الفريق الوطني المغربي فتنظن بأنه الحمد لله تكلمنا على النقط القوة اللي عندنا إن شاء الله تكلمنا على أمور اللي ولات آه ما كانتش يعني تهيو اللي اللي دار اللي قال لنا سير كراكي كنتكلموا على ذاك لو جروب تكلموا على ذاك لوموجينيتي ديال لو جروب اللي كاين كنتكلموا على يعني النقط القوه ديالنا لا في الكوتي دروا لا في الكوتي غوش كنتكلموا على يعني ال 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 الكل حاضر وخا عندنا دي بليسي ولا عامره ولكن فاحنا متفائلين متفائلين بالمجموعه متفائلين يعني بالقوه ديال الفريق الوطني فتنظن بانه الا جينا على الورق فتنظن بانه الفريق الوطني ديالنا الفريق اللي هو اللي على حساب الكلاسمون بانه هو يعني اول فريق افريقي ولكن كما شرط يا سي احمد هذا آه الكاس الافريقي 2023 آه يعني خرجتنا من ذاك المفهوم ديال ديال هذا فريق قوي هذا عنده كؤوس هذا فشفنا الفريق المصري شفنا الفريق الكاميروني شفنا الفريق غانا, غانا, غانا شفنا فريق الجزائر شفنا ف فتنظن هادو كلهم يعني هادو اللي كان اللي كانوا كيتنافسوا معنا فتنظن بانه باقي غتشوف مفاجات وشفنا البارح على يعني الفريق المصري كيفاش نهزم ضربه يعني ضربات الحظ اش غادي نقول لك السي احمد يعني الان الكل خصو يوجد والحمد لله فتنظن بانه هادشي يعني هادشي ولا عادي وشفنا يعني الفريق المغربي اجدار في قطر لانه وصل لواحد المرتبه الرابعه ولعب دومي فينال فهادو من الحوايج اللي ولات في كره القدم الحديثه و... هاد المساله الحق يعني احتلال المنتخب الوطني المغربي لرتبه رابعه بكاس العالم بقطر يعني صبحت عائق بالنسبه للمنتخب الوطني فكل منتخب يواجه المنتخب المغربي والا يستعد ليه يعني استعداد خاص كيقول بانه غيواجه رابع عالميا اللي هو المنتخب الوطني المغربي هنا فين كتكمن الصعوبه ديال مقابله الفريق الوطني المغربي لان حتى اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اصبح يعني لا الاعلام ديال الدول اللي كنواجهها ولا المدربين ديال الفرق كيحفظوهم وكيعرفوا طريقه اللعب ديالهم عن ظهر قلب واشوف أسي أحمد لأنه ملي كتكلم الآن على الكرة الإفريقية، الكرة الإفريقية المكانة ديالها اللاعبين المحترفين اللي عندنا، لاعبين اللي معروفين في جميع البطولات ديال العالم لا الإسبانية ولا الإيطالية ولا الفرنسية فتتلقى لاعبين أفارقة، فتنظن بأن الكرة الإفريقية الحمد لله طورت بواحد التطور أزاي باقي غدا الحمد لله وهذا كلها الإرادة ديال الناس اللي شادين لاكاف لأنه تغير بزاف ديال الأمور وشفنا هذا الشيء لانه الاعلام الان كل كيشهد بانه كيشيد بانه يعني هذا الكان كان يعني عندنا اهداف عندنا فرجه شفنا لقاءات صحيح مستوى في واحد الحال اللي ما بقيناش كنشوفوا الفريق اللي, اللي اللي اللي, على غير كيدخلوا بانه راه فايز فتنظن بانه الحمد لله الان ملي كتلقى لا غيني ملي كتلقى يعني انغولا في ربع النهايه فكنظن بانه كاين تغيير كبير في الكره الافريقيه او الخارطه الكرويه في افريقيا تغيرت بشكل آه كبير واصبحنا كنشوفوا يعني منتخبات اللي ما كانش كيتوقع ولا احد انها إيه غتوصل لهذا الادوار الان ها هي كما قلت في ربع النهايه وغادي نشوفوها حتى في نصف النهايه وفي النهايه ولمن ولماذا لا سي لان كره القدم انتظر اي حاجه لانه كنعرفوا الكره كنعرفوا كيفاش كتجرى كنعرفوا بانه تما حتى الثقه في الكره لانه كتلعب كره كتلعب 11 ضد 11 وما ما كتربح حتى تيصفر الاربيط في الدقيقه 90 فتنظن بانه كاين امور اخرى اللي كتخلي يعني الفرق القويه اللي لعبت مع الفرق كنهضروا على لي كونديسيون كنهضروا ما غنرجعوش لا فيزيك ولا مونتال ولكن كيبقى ديما ذاك التهيئ اللي كيكون وتيبقى ديما الانسان ديك القتاليه في الملعب كتبقى داك لو كيبقى اللاعب والقيمه ديالو فتنظن بانه حنا كمغاربه كنفتخروا بلاعبين اللي عندنا الحمد لله كيلعبوا في فرق كبيره وعندها واحد يعني واحد لابريستاسيون واحد المستوى واحد المستوى كبير اللي كيخلينا نكونوا متفائلين ولكن ككره القدم فتنظن بانه غدا لقاء اللي غادي يكون قوي غادي يكون فيه بزاف ديال الامور كنظن بانه حنا كراكي عارف كيفاش يتعامل مع اللقاء عارف بانه خصو آآ 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 هذا اللقاء اللي ديال اللي خصنا لابد يعني نمشي ونهاجمو وميمطاو ندافعو لانه هذا اللقاء اللي غادي يكون حاسم غادي يكون واحد فائز سواء المغرب سواء الأفريق دي سود ولكن تنظن بانه الطريقه كيفاش كيفاش آه غادي نتعامل معها وكيفاش غادي نلعبوا وكيفاش غادي ندخلوا وكيفاش خصنا نستغلوا الفرص وكيفاش كنوقفوا في التيران وكيفاش نديروا ملي تكون عندنا الكره وملي ما تكونش عندنا الكره فكنظن بانه كاين واحد كما كنقولوا واحد الباترون اللي الحمد لله الان اصبح واحد ان ان ريفيرونس عندنا ديال سير كراكي والمجموعه ديالو والمساعد ديالو عندنا رئيس جامعه اللي في واحد المستوى كبير عندنا الحمد لله جمهور اللي ولينا كنفتخروا بها سي احمد لان هاد امور اللي خصها تقال لانه الان ليماج ديال المغرب راه ماشي غير في ليماج تبارك الله الان كل كيشيد لا بالشعب المغربي ولا بسيدنا ولا بالرئيس الجامعه اللي اللي كيشيروا بعض الاخوان بانه أه فاحنا لنا الشرف يكون عندنا يعني سلق جاع وي ويزيد بهذا التطور اللي وصلت ليه الكره الافريقيه فبرافو برافو لسير كراكي لانه زاد بين لنا بان كاين امور خارج عن كره القدم اللي يعني كال يعني كالتربيه كال يعني كامور اللي التربيه يعني رضات الوالدين نية امور اللي احنا كمسلمين وحنا كشعب سلم خصنا تكون عندنا هذا الشيء اللي شحال فقدناها ولكن الحمد لله هاو الامور ترجعت شفنا حتى المساعد ديالو كيفاش كيدخل وكيفاش, وكيفاش شادوا به القنوات الاخرين بانه مدرب في المستوى ولا هو ولا سي امزين هذا كله ربح سي احمد لانه ربح كبير اللي ولينا كنعيشوه يعني في الكره ديالنا الحمد لله ولله الحمد يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تولي للتكوين عناية خاصة وشنا مجموعة من الأطور الشابة واللي كانوا لاعبين سابقين أمثالكم سعد الحق اللي صبحوا الآن يعني مدربين وصبحوا يعني سواء بالمنتخبات الوطنية أو بالأندية الوطنية صبحوا يعني كيتكلفوا بزمام الأمور وصبحوا كيشرفوا على الاداره التقنيه وهذا الشيء بدا كيعطي الاكل ديالو ومازال غادي ان شاء الله مستقبلا الثمار ديال هاد العمل اللي كتقوم به الجامعه في تكوين يعني الشباب ديال هاد الوطن واللاعبين الدوليين السابقين أه سي عبد الحق غير واحد النقطه السي احمد اسمح لي هو انه اللي اللي كيفرح هو انه لا رئيس الجامعه ولا المدرب ولا المساعدين ولا اللاعبين فكنت تنظن بانه كلهم مغاربه وهذه نقطه اللي كتخلي الانسان يعني يكون في واحد يعني يعبر عن الفرحه ديالو ويكون بانه عندنا الحمد لله أطور وغادي في الطريق اللي خصنا نمشيو فيها تنظن بانه جاء الوقت اللي خصنا نعطيو الاطار وال... يعني اي واحد ولد البلاد يعني يشير ونساعدوه لأنهم ملي كتشوف الان الحمد لله كل شيء غادي في السياسه اللي دار سيدنا الله ينصرو انه الان احنا مسيطرين السي احمد في افريقيا الحمد لله كامله يعني لا في الجانب التجاري ولا في, في بزاف ديال الامور اللي خلاتنا نكونوا رائدين في افريقيا افريقيا الحق كان حدث بارز خلال هذا الاسبوع كيفاش تلقيتي في الاول التوقيف ديال الوليد ديال لساعتين يعني ساعتين قبل المقابله الماضيه ضد زامبيا وكيفاش تلقيتي بعد ذلك الغاء هذه العقوبه اللي كانت صادره في حق وليد الكراكي توقيف لمده اربع مقابلات جوج موقوفه التنفيذ وجوج نافذه يعني كيفاش تلقيتي الخبر الاول وكيفاش عاود تلقيتي الخبر ديال الالغاء ديال هذه العقوبه وليد الكراكي حنا كنعرفوه واحد من الاطر الشابه آه كان لاعب خلوق سواء كلاعب او كمدرب يعني ما عمرنا ما عرفنا على وليد الركعي بانه آه مدرب اللي فيه مشاكل او لاعب فيه مشاكل يعني آه احنا كان آه لا الجمهور المغربي ولا الجماهير آه كل من كتابع كاس افريقيا تفاجئ كثير لهذاك القرار ولكن الحمد لله وليد الركراكي سيكون حاضرا بكرسي احتياط المنتخب الوطني المغربي ضد جنوب افريقيا وهذا هو المهم والاهم في هذا المقابل وشوف السي احمد غنبدا من إنسانتي. المهم هو انه وليد الركراكي والستاف ديالو يكونوا لنا في لو دو توش ويكون ديك الراحه ويكون داك التجاوب بين اللاعبين وبين وليد وبين آآ آآ يعني اللي غادي يخلينا الحمد لله نكونوا تيقين في هذا السيد هذا لأنه إطار اللي بين في لاكوب دي موند ماشي غير في لاكاف فتنظن بأنه آه هذه أمور اللي تنظن بغينا نخليو هذا الكان يكون النقطة اللي إن شاء الله يعني الكان المقبل إن شاء الله غادي يكون في المغرب باش نزيدوا نطوروا الكره الافريقيه وان شاء الله غتكون عندنا ب... ب... بزاف ديال الامور اللي ان شاء الله نزيدوا بها تنظن بانه ال... 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 الكان ما غاديش ن... الكاف ما غاديش نهضروا معاهم وغادي ما غادي سيدي كل شيء مزيان ولكن تنظن بانه بيقولناه... كاين امور اخرى اللي غادي تخلينا ان شاء الله في, في الملعب وغادي نبينوا لهاد الناس لأنه ملي كتكلم على هذا السيد هذا فتنظن بانه يعني السمعه ديالو سابقه لانه سيد اللي عارف عنده تجربه كبيره لاعب دولي سابق عارف اش كيدير فتنظن بانه هذو امور اللي ما خصهاش تبقى تعاود وتنظن بانه كل استفد أه 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 يعني الناس ديال لاكاف شويه زربات ولكن شوف أه الحمد لله اللي ما خدش يعني امور ما تطوراتش الامور ورجع يعني القرار كما تقال غير للنقطة اللي مهمه هو المهمه هو انه احنا كفريق وطني مغربي خصنا يعني من يعني تبقى ديك السمعه ديالنا في المستوى الكبير ونشوفوا يعني كما كنقولوا هذاك الشيف دوركيستر في البون دو كيعطينا كي التعليمات نشوفوا أمور اللي تخلينا يعني كنتكلموا على السير كريكي، واحد النقاط اللي سلم عليا أو دار لي جيس أو قال لي أو دخلتي للتيران، فتنظن بأنه أمور اللي خارجين على الكرة، وأمور اللي بغينا بعيدة عن النطاق الرياضي ونطاق الكرة بعيدة عن النطاق الرياضي، وحتى التصرف ديال اللاعب ولوجي اللي اللي دار وهذا بأنه في كرة القدم تقدر تلقى بعض الأمور اللي خص الإنسان بعد خطرات يتفاداها لأنه آه الإنسان كيكون من بعد الصافرة ديال الحكام تتكون يعني كيكون الإنسان واحد معصب شوية كيكون واحد فتنظن بأنه هذه أمور اللي خصنا إحنا كلاعبين وكمؤطرين وك يعني حتى كمسؤولين تيفيتاو هاد الامور هذه ديال دخل التيران خرج الشيء راه شربي حتى السير كراكي لانه اللي جميل في هادشي يا سي احمد هو انه آه السير كراكي قال لك انا كنعتذر لانه باش الانسان فوالا باش الانسان, يعني الإنسان يعتذر لك آه صحيح في يعني هذه امور هذا سي 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 ان كرون مسيو بهذ اللغه هذي اللي تيخليك تشوف بانه واخا يعني ماشي غير نقولوا غير الحوايج اللي فهذي كره القدم هذي كره القدم يعني تنتظر اي حاجه منها يعني كتشوف اللاعبين اللي مساكن كيخرجوا بدو كارتون جون فكتشوف اللاعب راه غادي يتفرقع وكيقول لك انا اللي كنت مسؤول على ديال ديال الفريق ديالي او او فهذه امور اللي ما يمكنش تكون تروليها في واحد الثانيه ولا فتنظن بانه القرار اتخاد الكاف عاود تراجع وعارف وعا بانه امور اللي خصها تكون وخص تكون الا كان شي حكم خصو يكون بين طرفين لانه ما يمكنش تحكم على المدرب المربي وتخلي اللاعب <applause> هذه امور اللي شويه يعني كان كان هناك تسرع بالنسبه للكاف <applause> بالنسبه <تصفيق> لقرارات الاتحاد الافريقي ولكن عود يعني الاتحاد الافريقي صلح الوضع بهذا الالغاء ديال العقوبه اللي كان صدرها في حق وليد الركري <applause> وسيرتو السي احمد في هذا الوقت هذا لانه حنا وصلنا للتمون كنظن بانه هذاك اللقاء الثالث اللي كان حاسم لولا الحمد لله اللي كان فكان دون كان كنا نظن حتى الاتحاد الافريقي كان يعني كان يطريد شويه ويشوف القرار مزيان ويعالجوا من جميع لي كوتي ديالو فتنظن بانه تجي وتعطي اربعه الماتشات جوج موقفات تق... هذا موقفة تنفيذ وتجي وتعاود ترجع فتنظن حتى هذه امور اللي خاص الكاف ان شاء الله لانه الان كنتكلموا على تظاهره ولا عرس كروي افريقي اللي كيشاهدوا العالم كامل السي احمد وكنت كنتبعوا القنوات بالاخص الاوروبيه كيفاش كتكلم على هذا الكان فتنظن بانه ربح ربح كبير للكره العالميه لانه ملي كتشوف الفانتينو رئيس الاتحاد الدولي كيتكلم وفرحان وكيتكلم باللغه ديال العربيه وكيشيد بالسلق جاع وتيقول لك بانه الان اصبح عندنا رجال في واحد المستوى كبير اللي قدروا يزيدوا بهذا القاره ويعطيوه يعني يق... يعني يزيد أه تحس بانه أه أه الان الحمد لله هذا الكان داز في واحد الظروف اللي جميله شفنا ال... يعني بزاف ديال الامور اللي ما شفناهاش في الكان ديال الكاميرون انا ما تنقصش من ملكر... الكان ديال الكاميرون ولكن فديما الحمد لله كاين تحسن فهذا هذه النقطة اللي خصنا نشيروا لها وهذه النقطة اللي خص حتى الناس ديال الاتحاد الافريقي يعاود يعني ويزيد يزيد في هاد, هاد الامور اللي تخليه يعني يكون اتحاد في المستوى الكبير السي احمد عبد الحق فالان يعني ساعات قليله على ضربه البدايه ديال المقابله ديال المنتخب الوطني اللي كنقولوا غتجرى يوم غد ان شاء الله ونتمناو يعني بعد نهايه المقابله نكونوا كنا في الحنين كنا خارج الشوارع ونشوفوا الفرحه ديال الجمهور المغربي العاشق للمنتخب ديالو العاشق لهذا الوطن العاشق لبلاده العاشق لملكه فكنشوفوا دائما التلاحم فالمنتخب يوحد الشعب المغربي دائما وكنشوفوه الكل خارج الشوارع سواء بالسياره او لا بالدراجه الناريه او لا دراجه هوائيه فكنت ان شاء الله نعيشوا نفس الافراح اللي عشناها في قطر ونشوفوا منتخبنا الوطني آه يزأر ويظهر بصوره قويه صوره جيده لاننا نحن مازال كنطمحوا نشوفوا اكثر لان المنتخب الوطني المغربي كنعرفوا عنده امكانيات محترمه جدا دي اللاعبين ديال اللاعبين ديالو مازال ما بانش المنتخب ديالنا بالامكانيات ديال لاعبيه يعني مازال بامكانه يعطي ويظهر بمستوى كبار من هذا الشيء اللي شناه خلال هذه المقابلات الماضيه فكنتمناو ان شاء الله حتى الاجواء ديال الطقس يعني تساعد المنتخب الوطني خاصه بعد تهاطر الامطار خلال هاد اليومين الماضيين بالكوت يعني تلطف شويه الجو وغنشوفوا كره قدم راقيه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي شناها في كاس العالم فالكل يقول بان المنتخب الوطني المغربي واحد من افضل المنتخبات الافريقيه خاصه من ناحيه التقنيه فكل اللاعبين المغاربه كيتوفروا على امكانيات محترمه جدا لا تقنيا ولا بدنيا غير هما الاجواء الافريقيه لان اغلب اللاعبين كيلعبوا في البطولات الاوروبيه وهذا هو الشيء اللي كيشكل عائق ملي كتكون الرطوبه والحراره فالسي عبد الحق يعني يمكن لينا نشوفوا منتخبنا الوطني في صوره افضل بكثير من هادشي اللي كنشوفوا لو كان الجو من اللي انا ما تكلمناش عن النقطه ديال الحراره والرطوبه اللي كتاثر لان هي الخصم الاول بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي وحنا كنعرفوا اللاعبين ديالنا والمنتخب ديالنا اذا كان الجو في المستوى فما نظنش منتخب في هذه المنتخبات اللي يقدر يكون عائق ولا يقدر يوقف امام منتخب الوطني بلاعبيه اللي كما قلنا امكانياتهم التقنيه والبدنيه محترمه جدا وشوف السي احمد راك لخصتي كل شيء وقلتي النقاط اللي مهمه وقلتي الامور اللي كيفاش جرات وسيرتو هنا ملي كنهضروا على الدور الاول فالى باستثناء الفريق السنغالي اللي عنده يعني اللي استطاع يفوز بثلاثه اللقاءات فتنظن بانه لولا حنا غادي نرجعوا عاوتاني لي كونديسيون وغادي نرجعوا للرطوبه ونرجعوا للحراره ونرجعوا لانه كلشي الان ولينا حافظين الميديتي ولينا عارفين حتى الدواء ديال هاد الميديتي اش خصك ما خصكش تلبس ما خصكش تشرب خصك تشرب الماء خصك 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 فتنظن بانه لولا ذاك التوقيت اللي كان كنظن بانه كان من حقنا حتى حنا تكون عندنا واحد التسعه ديال النقاط فتنظن بانه الان ابار المنتخب السنغالي فتنظن بانه الفريق المغربي هو ثاني ف... فريق اللي جاب سبعه نقاط فعلى الملعب يعني كما كنقولوا على الطيران ففريق الوطني الحمد لله استطاع يكون قوي يكون يعني اظهار ل... ل... في واحد مستوى كبير تسجل تسجل خمسه الاصابات وتسجلت عليه هد... هدف واحد فريق اللي متكامل فريق اللي استطاع المدرب يعني كما كنقولوا يتورني حتى للجروب شفنا لاعبين اللي لعبوا في اللقاء الاول واللقاء الثاني اللي ما لعبوش في اللقاء الثالث فتنظن هادو امور اللي احنا كلاعبين كنعرفوا بانه الحمد لله الان كاين واحد الفريق اساسي كاين فريق اللي كيلعب الكره كما كي قلتي كاين فريق اللي عارف اش كيتسناه لي كونديسيون وي كاين امبيشمون اللي كتخليك ولكن الحمد لله يعني القيمة ديال الفريق الوطني المغربي سبقا فتنظن بأنه الفريق الأفريقي دي سيد هو اللي خصو يعني كما كنقولوا يخاف وهو اللي كنقولوا هو اللي كنقولوا هو اللي خصو يكون خايف من الفريق الوطني فالحمد لله الفريق الوطني آآ 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 الآن عندنا فريق كبير بجميع يعني المواصفات ديال فريق اللي قوي اللي جاي نتمنى نتمناو بانه الفريق يمشي بعيد يمشي لنا يعني كما كنقولوا وكما كيقول سير بالنيه ديالو برضاة الوالدين ديالو يمشي لنا بعيد الان نحن في دور ثمن فتنظن بانه لقاء واحد وجوج لقاء غتلقاك في لقاء النهائي فهذا هي الحلاوه ديال كره القدم يعني والمتعه ديال هذه اللقاءات وهذه الدوريات اللي كيكونوا بحال الكوبا كنظن بانه عرس أفريق افريقي يلعبوا أه ان شاء الله مع الفريق لافريك دي سود تنظن الى فزنا عليه عندنا لقاء اللي غادي يكون بين فير وموريتانيا ومن بعد احنا في نصف النهايه فتنظن بانه الامنيات ديالنا يعني مشينا بعيد ولينا كنحلموا ولينا كنشوفوا بانه الان كما قلتي الشارع المغربي كله كيتسنى غير وقتاش يعني صفر لربيط البدايه باش ان شاء الله يعني من قطر وحنا ولينا الكل كيتمتع صحيح صحيح كل كيتمتع بدوك الفريق الوطني باللقطات ديالو بالمقاهي بالخروج في الزنقاب كما كنقولوا الكلاكسونات فتنظن بان سيدنا الله ينصره وخرج فتنظن بانه هذه يعني مؤشرات اللي غتخلينا ان شاء الله يعني نكونوا متفائلين فتنظن بانه اللي اللي حشمنا باش ان شاء الله كما قلتي نخرجوا ونستمتعوا بالفوز ديالنا ان شاء الله فسي الحق تكلمتي على منتخب موريتانيا وراس الاخضر هذه مقابله ستجرى هذا اليوم بدايه من الساعه السادسه مساء والفائز في هذا المقابلة سيواجه الفائز في مقابلة المنتخب الوطني المغربي وجنوب إفريقيا إذن اليوم غادي نشوفوا شكون الخصم اللي غادي يدوز واللي غادي ينتظر المنتخب ديالنا الوطني كيف كتشوف اسعد الحق منتخب موريتاني غيواجه راس الاخضر وحنا كنشوفوا المنتخبات العربيه تتساقط كاوراق الخريف يعني خرجت منتخبات الجزائر مصر تونس واللي ظهرت بواحد الصوره باهته جدا هذه المنتخبات يعني مشناهاش بالمستوى اللي كنا كنتظرو واللي كنا كنتمناو خاصه المنتخب المصري صحيح اللي الكل كان كيرشحوا بانه كان غيكون واحد من الفرق القويه اللي غتنافس على اللقب ولكن منتخب مصر كان ظهر بصوره باهته شانه في ذلك شان منتخب الجزائر ومنتخب تونس بقى المنتخب الموريتاني اليوم غيواجه راس اخضر وبقى المنتخب الوطني غيواجه غدا زامبيا يعني الامال ديال العرب معلقه على هاد جوج ديال المنتخبات يعني منتخبنا المغربي ومنتخب موريتانيا يعني صعب الحق انت كيفاش كتشوف هاد المقابله اللي غتجمع المنتخب الموريتاني بمنتخب جنوب افريقيا وكما شرت يا سي احمد فتنظن بانه آه اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الفريق العربي والاشقاء الموريتانيين اللي غادي يلعبوا مع الكافير فتنظن آه نتمنوا لهم ان شاء الله اليوم الفوز لانه بالنسبه لموريتانيا فكان يعني هاد كاس من الفرق اللي اللي شرنا لها وصراحة فاجئونا باللقاء اللي داروا اللقاء الاخير كان اول فوز لهم في كاس افريقيا فتنظن هادو من المفاجات اللي خلاتنا نستمتعوا بهذاك اللقاء مع الاشقاء الجزائريين واخا نهزموا فتنظن بانه آآ آآ اللقاء ديالهم مع كافير لقاء صعيب وكتعرف المفاجآت راه حنا باقي كنتظروا مفاجآت بالنسبه كما شرطي يعني الاشقاء العرب يعني كمصر تونس آه الجزائر فتنظن بانهم ماشي هذا هو الـ يعني الـ بصراحه المستوى اللي كنا كنتظرو بالاخص كما شرتي المنتخب المصري اللي صراحة كنا كنقولوا يعني آه منتخب اللي كيعرف كيفاش يفوز منتخب اللي ما كيلعبش وكيفوز منتخب اللي عنده بعض الامور اللي كتخلي بعض الفرق اللي كتست يعني تستافد منه الانسان يعني ك كفريق اللي كيتقاتل فريق اللي كي يعني كيعرف كيفاش يهاجم لاعبين اللي عنده كبار هنا كنهضر على محمد صلاح اللي مع الاسف يعني يعني جاته اصابه الحارس الشناوي اللي فتنظن حتى الحظ ما لعبش مع الفريق المصري الفريق التونسي فريق اللي تنظن بانه جاي وغادي يست... يعاود يعاود يرجع بالاخص شفناه في, في... في لاكوب دي موند يعني الاشقاء التونسيين ما كانوش راضيين على ذاك الفريق ديالهم فتنظن المنتخب الموريتاني اليوم احنا كمشجعين غادي نكونوا ان شاء الله موريطانيين يعني باش ان نتمنى بانه يكون ان شاء الله هذا هو اللي بغينا بغينا, بغينا لقاء يكون عربي يكون مع الاشقاء ديالنا الموريتانيين في ربع نهايه كاس افريقيا فتنظن بانه آه آه هذا غيكون واحد اللقاء لأخوي لقاء اللي غادي يخلينا يكون فيه بعض الامور اللي ما عمرنا شفناها يعني باش تلقى الفريق الموريتاني يتاهل ربع فتنظن بانه انجاز كبير اللي غيكون عند خوتنا الموريتانيين ونتمناو نتمناو يعني يكون لقاء اللي نشوفوا فيه شي امور اللي ما عمرنا شفناها يعني. سي احمد صادقين فوز المنتخب الموريتاني وفوز المنتخب الوطني ونشوفوهم في ربع النهايه ويكون هذا مقابلة عربية عربية فشلنا المنتخب الموريتاني يعني في المقابلات اللي لعب ما كانش محظوظ وكان كتسجل عليه اهداف باخطاء يعني فردية فنتمناو اليوم ما يكررش نفس الاخطاء ونتمناو المنتخب الموريتاني يحقق الفوز في هذا المقابلة اللي اليوم بداية من الساعة السادسة والفائز في مقابلة الرأس الأخضر كما قلنا آه ضد منتخب موريتانيا سيواجه المنتخب المغربي او المنتخب جنوب افريقيا يعني الفائز وكنتمنى صادقين منتخبنا الوطني هو اللي يخرج فائز في هذا المقابله ونتمنى ايضا المنتخب موريتانيا وتكون ربع نهايه عربية, عربي عربية, عربيه عربيه, بين عربية. والمنتخب الوطني المغربي سعد الحق به كنشكروك على الحضور ديالك معنا لتقديم وتحليل المقابلات الخاصه بكاس افريقيا مشاهدينا موقعنا الا ندعوكم على امل لقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر دمتم في رعايه الله والى اللقاء